اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره. ضيفي ايه ده؟ ضيفي ولا حاجه. ازيك يا ميرو؟ حبيبي يا كابتن، اخبارك ايه؟ وحشني جدا. وحشني والله حضرتك جدا. وحش جمهور النادي الاهلي. وحشني جدا، وطبعا جمهور النادي الاهلي وحشني، وانا سعيد جدا وببقى سعيد جدا لما بكون في بيتي في قناه الاهلي، وشرف لي ان انا اكون مع حضرتك، وشرف لي ان انا لعبت مع حضرتك. ربنا يخليك يا ميرو. ربنا يخليك يا حبيبي يا امير. طبعا الفتره دي زي ما احنا عارفين كلنا، ولسه كنت بتكلم معاك بقول لك انت بتعمل ايه اليومين دول؟ قلت لي مقضيها جيم. ولا حاجه، قاعد جيم بيتي يعني. في البيت. جبت جيم في البيت، والولاد طبعا انت عارف في الاحداث دي بيبقوا يوجعوا الدماغ، والله يكون في عونهم طبعا، وبيبقى في مرحله زهق. بس انا عايز اقول للناس طبعا من خلال برنامج حضرتك والقناه ان الناس لازم تقعد في البيت، لازم تحافظ، لان الامور ماشيه في العالم في اتجاه مش لطيف في العالم وهنا عندنا في مصر. بس العالم يعني ما ابتدت الناس الثقافه عندهم، الثقافه كده كده موجوده، والعقليات الناس بتمشي وبتعمل كل وزاره الصحه بتقوله، وكل الامن في بلدهم بيقولوه، فطبيعي ان هم بيمشوا على السيستم ده. ايطاليا شفناها لما هي شتت شويه عن النظام والحاجات دي كلها كانت بتعاني، وبعد كده دخلت في اسبانيا وكذا دوله. في مصر هنا يعني نوعا ما الحمد لله بنسبه كبيره الناس كانت ملتزمه، وفي بعض الناس عايزين اكثر التزاما. عايزين اكثر التزام، لان انت عارف صعبه ومهمه، وخصوصا ان انت احنا الناس يعني احنا زهقنا، الناس بتزهق، اللي هو قاعدين في البيت فيقول لك انا هزهق انزل. الموضوع مش ان الوباء بيبان مثلا بالنهار او بينام بالليل فانا انزل الصبح عشان ما يجيليش بالليل، لا الموضوع صعب. لازم نلتزم ونحاول على قد ما نقدر، لو في مشاوير مهمه ننزل نعملها. لكن غير كده ما ينفعش ان انا زهقت فانزل اقعد على البحر، زهقت انزل اقعد في مكان او اجري في الشارع، الحاجات دي مش مظبوطه يعني.